أخرى إلى مصر، كيف تبدو الأجواء في محافظات مصر المختلفة؟ الدقهلية نتجه إليها الآن. معنا كريستين رياض مرة أخرى. كريستين أهلا بك، ونتحدث الآن حول الأجواء لديك، وأنا أرى يعني خلفك نهر النيل مباشرة في الدقهلية. صفي لي الأجواء الآن بعد مرور حوالي نصف ساعة على الخروج أو الانتهاء من شعائر صلاة العيد. صحيح حساني، محافظة الدقهلية خاصة مدينة المنصورة قلب الدقهلية تشتهر كثيرا بمناطقها الخلابة ومناظرها الطبيعية في المحافظة، طبعا من بعد صلاة عيد الفطر في كل أنحاء مدينة المنصورة بتقريبا 453 ساحة صلاة نظمتها ويعني تم ترتيبها من قبل المحافظة. اتجه المواطنون بشكل كبير إلى هذه المناطق خاصة في شارع المشاية الذي أقف فيه الآن. هذا الشارع هو يعد الأشهر ويعني الأطول في محافظة الدقهلية خاصة مدينة المنصورة. يتجه هنا المواطنون يعني استخدام وأيضا الاحتفال على ضفاف نهر النيل. هناك أيضا بعض المتنزهات والحدائق العامة التي استقبلت العديد من المواطنين هذا العام وسط طبعا أجواء احتفالية وأمنية أيضا من قبل المحافظة. هناك تجديدات أمنية ورفع لمستوى يعني الأمن بشكل عام طبعا فترة الأعياد من قبل المحافظة خاصة هذه الأيام. هناك أيضا يعني مصيف جمصة الذي يعني يستقبل العديد من المواطنين من المحافظات المجاورة مثلا شرقية وكفر الشيخ وما إلى ذلك. هناك توقعات باستقبال ما يقرب من 2 مليون مواطن هذا العيد، عيد الفطر. كل عام وكل المواطنين بألف خير. يعني الحقيقة هذا المصيف تحديدا يعني يحتوي على بعض التطويرات منذ 3 أشهر تقريبا، وهو يعني يعد الأبرز في هذه المحافظة، محافظة الدقهلية. هناك العديد من أجواء يعني الاحتفال والفرحة داخل محافظة الدقهلية بعيد الفطر بطبيعة الحال. نعم. ووسط أجواء أمنية مشددة. لو نظرت خلفك كريستين، لو نظرت خلفك يعني قليلا سوف نجد أن المواطنين في هذه اللحظات يستقلون القوارب يعني أو المراكب في المياه يعني ويتنزهون في هذه اللحظات. هذا صحيح، يعني هذه بعض الأنشطة الخاصة بهذه المنطقة تحديدا وشارع المشاية. يستقلون العديد من يعني طبعا المراكب الخاصة ب يعني هذه المنطقة ويحتفلون على ضفاف نهر النيل في محافظة الدقهلية خاصة قلب مدينة المنصورة. يعني امتداد هذا الشارع بطوله يتواجد هناك يعني طبعا المحتفلين بعيد الفطر، طبعا كبار وصغار وكل الأسر تتجه في هذه الأوقات، خاصة أن الطقس جيد جدا في محافظة الدقهلية في هذا الوقت تحديدا. حسان، هل يعني تعتمد يعني هذه اللحظات في الزيارة في مدينة المنصورة بالتحديد في الدقهلية على وجود أهالي المحافظة، أم أن هناك أيضا زوار وضيوف من محافظات مجاورة للاستمتاع بهذا الجو وهذا اليوم في العيد؟ في الحقيقة تمتاز محافظة الدقهلية بيعني عدد كبير من المتنزهات والمناطق التي يعني تتوافد إليها أو يتوافد إليها المواطنون بشكل كبير من المحافظات المجاورة، يعني من ضمنها طبعا منطقة مصيف جمصة الذي يعني يستقبل تقريبا 2 مليون كل عيد من كفر الشيخ والغربية والشرقية والمحافظات المجاورة لمحافظات الدقهلية. طبعا محافظة الدقهلية تمتاز بيعني العديد من المتنزهات سواء كان حدائق أيضا عامة ومتنزهات. يعني هناك اهتمام كبير من قبل المحافظة كما علمنا من الدكتور أحمد الشعراوي هذا الصباح ولقاء خاص مع قناة أون تي في لايف أو أون لايف في هذه بعد صلاة الفطر مباشرة، تحدث عن إجراءات خاصة لتنظيف المتنزهات بشكل كبير
وفتح العديد منها بالمجان أمام المواطنين، هذا بالإضافة أيضا إلى عمليات التطوير المستمرة داخل المحافظة سواء كان بمدينة المنصورة أو بمصيف جمصة على طول كورنيش جمصة. هناك ترتيبات وتطويرات كبيرة يعني بدأت بالفعل منذ 3 أشهر ومن المفترض أن تنتهي بعد عام من الآن، وسوف يعني تختلف كثيرا هذه المنطقة. رأينا كنا هناك منذ أشهر قليلة ورأينا التطوير هناك سوف تختلف، وسوف يكون هناك يعني كورنيش بطول جمصة، كورنيش جمصة يعني مطور وحديث، وأيضا يعني هناك بعض التطويرات الخاصة في هذه المنطقة بشكل عام. دعيني أشكرك إذن كريستين رياض من الدقهلية، كنت معي مباشرة، أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل الكثيرة والواضحة.